مبروك يا عماش. الله يبارك فيك يا غريب. مبروك يا طه. الله يبارك فيك يا راجل. عقبالك. تصور انت فتحت نفسي على الجواز وخلاص هدور على عروسه. لا دور بعيد عني، انا من النهارده مش عايزه في الشغل خالص. يعني ايه هتسيبنا؟ لا انت تقول للمدام بقى تجيب لنا كده كام اصحابها جرجيات ونتجوزها ونقعد معاك. بقول لك انا ماليش دعوه بيكم. يلا وصوني بقى للعروسه. يلا يا عريس. سلام من ربنا للجدعان، سلام من ربنا لعائلة القماشين والعريس طه القماش ابو نسب اجدع الجدعان وسمعني احلى سلام. برضو مش كان من الواجب انك تدعيني للفرح يا اخي؟ كبرني قدام الناس. ده الاصول بتقول برضو اللي ملوش كبير يشتري له كتير. يا عم مش حتى بلاش انت تتكلم عن الاصول، عشان لو اتكلمنا عن الاصول انت اللي هتزعل. يا طه مزاجك رايق ولا في حد عكره؟ لا ما هو مفيش حد هنا. بعدين هو حد يقدر يعكره وانت موجود يا اخويا؟ يا معلم شحات. يا اخويا الف مبروك لطه. شغور تاخرت كده ليه؟ معلش كنت بعمل كام حاجه كده لزوم الفرح. زوم الفرح ولا عايز تهرب من وعدك ليه؟ شفت اديك نسيت. عيب عليك، انا اقدر انسى برضه؟ ده انا هرقص لحد ما الشمس تطلع يا جدع. عصايا يا ابني. ايوه العريس. وسع العريس، وسع للعريس.